أنا مسؤول عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة اللي بينظم البطولة الأفريقية نادي الأهلي. الحمد لله العام الثاني على التوالي. شيء مشرف إن الناس حبت إنها تكون موجودة هنا. الناس كلها مرحب بيها، الناس في عناية وفي رعاية من كل الاتجاهات. الإقامة والمواصلات ومن ضمنها الرعاية الطبية. فاحنا يعني مجهزين للتعامل مع اي ان شاء الله الله يقدر يعني اي مشاكل. احنا ان شاء الله مجهزين، معانا فريق عمل متكامل، اطباء النادي موجودين معانا. احنا في تجهيزات، لو اوصل لحضرتك التفاصيل ايه. طبعا عندنا ادوات واجهزه وكده مع زمايلنا الاطباء للتعامل مع المباريات. التعامل مع المباريات طبعا بعض الفرق معاهم اطباء ممكن يتعاملوا او محتاجين مساعده، احنا جاهزين. اللي معاهمش طبيب محتاج مساعده من عندنا، احنا جاهزين. كل الاطباء عندنا مجهزين وكلهم مؤهلين للتعامل مع المشاكل الصغيره والكبيره ان شاء الله. احنا عندنا غير التجهيزات اللي عندنا داخل الملعب، احنا مجهزين كمان للتعامل مع مشاكل كبيره. بعد الشر على الجميع، لو في اي مشكله محتاجه في عربيه اسعاف موجوده جاهزه على طول، ستاند باي طول البطولة. في تجهيزات وترتيبات مع المستشفيات القريبة من النادي، علشان لو في أي موضوع محتاج ترتيبات أو محتاج تعاون، أشعات، تحليلات، عمليات، تدخلات، أيا كان هي نوعها إيه أو صورتها إيه. تجهيزات تانية يعني فنية شوية، أنا أقصد بيها تبع الريجوليشن او تبع طلبات الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه العليا البطوله التابعه للاتحاد الافريقي، يعني ان يكون في مكان لفحص المنشطات. فطبعا ده برضه مجهزينه عندنا في النادي، لو حصل الطلب مننا احنا جاهزين. طبعا مش احنا اللي بنقوم بالفحص، طبعا يكون في لجنه بتقوم بهذا الفحص، لكن دورنا احنا بنجهز المكان. ليه طبعا ليه شروط دقيقه جدا، فاحنا كل ده جاهز ان شاء الله للتعامل مع اي حاجه، وربنا يوفق الجميع. وان شاء الله احنا شيء مشرف باذن الله، ان شاء الله بيكون شيء يشرفنا ويشرف النادي بتاعنا ويشرف بلدنا باذن الله يعني.